un choix terrasse aussi, kebab. اليوم بوضع حيز الخدمة لمشروع تسبيب الطاقة الغازية لحي 2055 ببلدية ويت الشحم، ويتلخص ذلك في إيصال الغاز لما يقرب من 103 عائلات أي مسكن. تكلفة المشروع تعادت مليار سنتيم. فرحة كبيرة، 7 سنوات وانا نعاني بالقرعة تاع الغاز، واليوم الحمد لله اليوم. وتحية كما قلت لك، تحية البلاد، تحية الدولة الجزائرية. الغاز إن شاء الله ها وصل، سمعت، وزيد يجينا الطريق إن شاء الله، الماء وعدنا ما يخصنا شيء إن شاء الله.